صباح الخير صبايا، كيف الجميع؟ اشتقت لكم كلكم. عم نعمل معجنات. العجين هي اللي بتنعمل لكل العجين، لكل المعجنات، كان سويحة او فطاير او حتى مناقيش. وهالقصص هي هيدي انا بعتمدها بكل العجين، بكل المعجنات، كان فطاير او سويحة. نحن هلا رح نعمل فطاير سبانخ وفطاير لحمة، يعني سويحة لحمة يلي هي مشهورة عنا بلبنان، السبيحة اللي بعلبكية. بس أكيد مش رح نقدر نعمل السبيحة بعلبكية لأنها هي بس لأهل بعلبك. حتى هون كيلو طحين أو 5 كبايات، بس أنا حاطة كيلو يعني على الوزن الصحيح بالكيلو. حاطة 2 ملاعق لبن، لبن زبادي، وهيدي فوقهم 2 ملاعق حليب ناشف. رح نحط 2 ملاعق طحين فوق 2 خميرة، 2 ملاعق خميرة يلي هي تقريبا 7 جرام الكيس تبعها. حطينا كيس وهيدا كيس 7 جرام، يعني 7 × 7 = 14، هن دايما كانوا 15 جرام بس قللوهم وغلوا السعر كمان. حط التاني، حط فوق 2 ملاعق طحين، وبنحط 2 ملاعق سكر، 2 ملاعق، نخلطهم ونحط المي شوي. هذه الحركة بنعملها لنشوف في الخميرة إذا يعني ماشية أو منيحة. هي منيحة بس أحسن نعملها قبل ما تخمر العجين شوي. بنكون دبدبنا هون كله ونظفنا. أقل من 5 دقايق الخميرة صارت جاهزة، صارت مثل اللبن تقريبا، يعني الخميرة منيحة. نديرة فوق الهيدا، نحط شوية مي يعني نرحهم فوق، نحط 2 ملاعق زيت وملح حسب الرغبة، وهيدا هو كل يلي بنحطه. نبلش نعجنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المي حسب الطحين. من تحت لفوق. وبنبرم الجاط بإيد. الجاط يلي بنبرمه مش إيد. نضبط العجينة. بدها مي. بنحط بخلصها وبرجع لكم. وهيدي هي النتيجة. بمسح الوجه بشوية زيت زيتون او اي زيت، او زيت قلي مش مشكلة، زيت دوار الشمس، يا زيت زيتون يا دوار الشمس، هيدي ما بدنا. على فكرة في ناس بتحط بالعجينة بيض، البيض بينحط بالكرواسو، يعني بالاشياء يلي ما بدها تنحشى. وفي ناس بتحط، يعني ما كل حدا حسب هو وذوقه بالاكل. وهي خلصت، نتركها ترتاح شي نص ساعة حتى نخلص كل الحشوة تبعيتها. لا لا، أقل من نص ساعة، لأنه ما شاء الله حتى أنا عم كبسها وهي عم تخمر. أنا السبانخ هيدا كنت غسلته ومفرمته وحطيته بالتلاجة، يعني بالفريزر مثل ما شايفين، مفرز بالجاط مثل ما هو، لأنه ما صار له يومين كرمال ما يخرب حطيته بالفريزر. هلأ شوي بتركه عبين ما بفرم البصل وبعصر الحامض. بدي ذكر طبعا انه في ناس بتحط للسبانخ بندورة، انا ما بحط بندورة مع انها هي بطيبة، بس ولادي ما بياكلوها كرمال هيك ما بحطها. هلأ دغري بيدوبوا لان هني اصلا الدنيا شوب، ودغري بيدوب. كمان بدهم زيت زيتون وبدهم سماق وبصل وملح حسب الرغبة، واذا في قرن حار كرمال يطلع اطيب اطيب.
صبايا السبانخ صار جاهز. هيدي بصلة مفرومة فيها سماق بس، والملح تبعون الملح حسب الرغبة، ملعقة سماق، والحامض حطيناه اللي هو الليمون. اللحمة بندورة بصل كله مفروم مع بعضه، قرن حر أحمر، ملعقة فلفل أسود، فلفل أسود يعني، ملح حسب الرغبة، وملعقتين زيت. هيدي سبانخ ما تخافوا وقعت منه، وحبتين بصل وحبتين بندورة. صبايا خلصنا الحشوات ما شاء الله، العجين خمر منيح، راح نبلش. بلشنا صبايا نقطع، بنرق العجين هيك كأنه رغيف كبير، وبنبلش بنقطع فيه مناقيش صغيرة صغيرة مثل هيدي، وبنحشيها لحمة. أكيد بتطلع منقوش صغيرة بلحمة، أكيد الناس فيها يعني. شوفي صبايا ما شاء الله، روتنا هيدي طلعنا هيدي ما شاء الله سفيحة، هيدي السفيحة، وهيدا جبني صبايا. وهيك صبايا بنكون خلصنا الحمد لله. هيدا هو كيس كيلو طحين، كيلو طلعوا هول، شوفوا شو حلوين ما شاء الله. وهيدول يلي ما بقى في حشوة حطيناهم بجبنة، طلع منظرهم حلو. هول جبنة بيضة، وهيدا اللحمة بعجينة، والسفيحة، وهيدي السفيحة.